نعم ايوه. باب الاسراف في الوضوء. الاسراف في الوضوء ماذا يترتب عليه؟ ايوه. عن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. قال: اي بني، سل الله الجنه وتعوذ به من النار. يعني لا تحدد في الجنه، اسال الله الجنه ولا تحدد اشياء معينه. اللهم اني اسالك القصر الابيض اللي في الجنه، يا اخي سل الله الجنه. قصور اشكال ليش القصر الابيض بس وين؟ الجنة. في الجنه، والقصر الابيض غير البيت الابيض طبعا هذا. فبالتالي تنبهوا الى هذا الشيء. فانت اذا سالت الله فاساله من فضله، لا تقول يا رب ارزقني 100 دينار. ليش تحدد؟ قل اللهم ارزقني من فضلك. لا تقول يا رب اكرمني بحفظ 10 احاديث، لا، اكرمني بحفظ السنة، بحفظ كتابك. اذا لا تحدد ولا تقنن على نفسك، اسأل الله من فضله. نعم ايوة. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ايوة، انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. اذا يعتدون، ما معنى يعتدون؟ يخرجون عن الوضع الحالي. ايوه، يتجاوز الحد. نعم، يتجاوزون الحد في الطهور. كيف يكون تجاوز الحد في الطهور؟ واحد، نعم، طيب، مثل الزيادة عن 3. طبعا هذا كلام عون المعبود. ب، الإسراف في الماء، فهذا كله من الاعتداء ايش؟ في الوضوء. طب الاعتداء في الدعاء، تجاوز الحد في الدعاء. واحد، مثل الدعاء بما لا يجوز. مثل ماذا الدعاء بما لا يجوز؟ تفضل. اشياء تخالف الواقع والعالم. تخالف سنة الله الكونية، مش تخالف الواقع يا ابن الله يرضى عليك. تخالف سنة الله الكونية، مثل تقول اللهم ارزقني الولد من غير ان اتزوج. لا، انت اخطأت في هذا الدعاء، هذا اسمه اعتداء في الدعاء. لان من سنة الله الكونية ان الولد يكون بالزواج، فإياك أن تطلب هذا ولد من غير يعني زواج، هذا اعتداء في الدعاء. 2، من الاعتداء في الدعاء، أيوة، رفع الصوت بالصياح. رفع الصوت والصياح، فبعض الناس إذا أراد أن يدعو يرفع صوته بالدعاء ويسمع الناس. أنت لمن؟ أنت تطلب ممن؟ من الله. فلما ترفع صوتك بالدعاء؟ أتدعون أصم أو غائبة؟ إنكم تدعون إيش؟ سميعا بصيرا. فلما ترفع صوتك؟ يعني ترائي. من الاعتداء في الدعاء، قال، سؤال منازل الأنبياء. تقول اللهم آتني الوسيلة والفضيلة. لا، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. دال، قال أيضا، السجع في الدعاء. اللهم يا ذا الجلال والعزة انظر أهلنا في غزة. جاب لك إياه إيه؟ على الوزن و... لا، هذا ليس من السنة، السجع. فكل إشي الله أكبر انصر أبصار، جاب لك إياه إيه؟ في الدعاء كلها على الوزن. فإذا جاء عفو الخاطر ماشي، أما أنت تقصد إنه هذا أيضا من التكلف. ها، ودائما الدعاء إخواني في الله يحتاج إلى ماذا؟ انكسار، إلى كل كلامك صحيح، تذلل وإخلاص وانكسار، بس في هذا الموضوع نعم، من قلب، من غير تكلف، غير تكلف. عشان هيك احنا لا نقول القنوت في ال5 صلوات، كل صلاة بده يقنط بده يقنط كأنه صار في شيء روتين. لا، مع انشراح الصدر والتوجه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.